عودة إلى تغطية الأجواء في المدينة المنورة، معنا موفد الإخباري خالد اليحيوي. خالد، يعني كيف تصف المشهد لديك في المسجد النبوي وكيف تبدو كثافة الزوار؟ نعم، بالتأكيد هذه الأجواء التي تنقلها شاشة الإخبارية تؤكد الكثافة المتزايدة في هذا اليوم، حيث أدى أكثر من نصف مليون زائر صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي الشريف في هذا اليوم، مع ارتفاع درجات الحرارة إلا أنه من خلال المظلات التي تتجاوز 250 مظلة تغطي ساحات المسجد النبوي، وأيضا ما تقدمه مراحل الرذاذ التي تظهر خلفنا، ونحن الآن نقف أمام باب السلام، هذا الباب المبارك الذي بالتأكيد ينظر له كل أبناء الأمة الإسلامية في كل أصقاع الدنيا بشوق ولهفة، وقد لمسنا من خلال وجودنا ارتياح الحجاج وشعورهم ولله الحمد بأن الخدمات التي تقدم للزوار في المسجد النبوي الشريف هي الحمد لله مكتملة، ويسرنا أن نطلع أيضا على ما تقدم من جهود في خارج المنطقة التي نقف فيها الآن من خلال الساحات الخارجية للمسجد النبوي، حيث تقدم إدارة المرور بمنطقة المدينة المنورة العديد من الخطط والأعمال. معنا الآن الدكتور صلاح سمار الحربي مدير مرور منطقة المدينة المنورة. دكتور صلاح، سعادة العقيد تتحدث اليوم عن كثافة في المسجد النبوي وأيضا سهولة ويسر في الميدان، كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إلى تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار، وبمتابعة من سمو سيدي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، تنطلق إدارة مرور منطقة المدينة المنورة ببناء خطة تحمل هدف وهو التقليل من الحوادث المرورية وانسياب الحركة المرورية في منطقة المدينة المنورة. نعم، العقيد صلاح، الحركة في داخل المنطقة المركزية لا يسمح فيها المركبات الصغيرة بالدخول، أيضا المواقف والباصات النقل الترددي، ماذا أضافت لكم؟ دعني أعرج على موضوع الخطة المرورية. الخطة المرورية في منطقة مرور منطقة المدينة المنورة تناولت حقيقة عدة محاور وبدت بداية جيدة، وهو المسح الميداني لجميع الطرق المؤدية للحرم النبوي الشريف، زي مثل طريق السلام، طريق الملك فهد، طريق شارع الملك عبد العزيز. ثم أيضا بعد ذلك أيضا تهيئة العاملين من ناحية كيفية تنفيذ الخطة المرورية بمهنية عالية، إضافة إلى الاستخدام أيضا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية قائدي المركبات. ولله الحمد من خلال العشر الماضية من أيام رمضان تكللت الخطة بنجاح ارتياح لجميع مستخدمي الطريق، ولا يفوتنا يوما واحدا إلا ونقيم الحركة المرورية من خلال العاملين الموجودين معنا في الميدان، أو من خلال الشاشات الموجودة في غرف العمليات، أو أيضا من خلال الاتصالات الواردة لغرفة العمليات لرصد ملاحظات واقتراحات. نعم خالد، ولله الحمد. نعم نعم، العقيد الدكتور صلاح بسمار الحربي مدير مرور منطقة المدينة المنورة، شكرا جزيلا لكم، وبالتأكيد الكثافة ستزداد في الأيام القادمة. نحن على استعداد ولله الحمد، بمتابعة سمو أمير منطقة المدينة المنورة وحرصي على الحركة الترددية أصبح لدى الزائر والمواطن والمقيم إقبال على الحركة الترددية. من بداية رمضان أصبحت 3000 مركبة في المواقف، والآن اليوم وصلنا إلى 6000 مركبة، ونحن نطمن حقيقة بتوجيهات معالي مدير الأمن العام ومتابعة دقيقة من سعادة اللواء عبد الله بن حسن الزهراني، سنمضي قدما إن شاء الله بتحقيق الهدف التي تسمو له حكومتنا الرشيدة، لنقدم إن شاء الله بإذن الله خطط مرورية تخدم أهل المدينة المنورة، وإن شاء الله وتكون بطريقة إبداعية بإذن الله إن شاء الله حسب ما مرسوم له إن شاء الله. أهلا وسهلا. إذن متابعينا الكرام، كانت هذه بالتأكيد الخطة المرورية، وهذه الصورة التي يحدث من خلالها نعم خالد الصورة واضحة الزوار من كل أنحاء العالم.
بأنهم الحمد لله يعني هم بارتياح ودائما والكل يريد أن يشارك من الزوار بالتعبير عن ارتياحه الحمد لله بهذه الأجواء في طيبة. نعم، موفد الإخباري خالد اليحوي من المدينة المنورة، شكرا جزيلا لك.